السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسك اخبار تي في، القناه التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد. والله صراحه يعني خوتنا غير شيء نتاسف عليه كثيرا وكثيرا، والله هلكونا يعني صراحه. هاد العباد هادو اللي حاكمين اللي راكم قاعدين تشوفوا، حاكمين اداره شبيبه القبائل اللي قاعد يقول لك نطلعوا بالالقاب للدشور، يعني صراحه رانا نستناو فيكم صح تطلعوا الالقاب للدشور وتطلعوا بالالقاب. مي ما شكيتش والله ما شكيت، يعني من منذ بدايه الموسم شبعنا امرار خاوتنا، شبعنا خسائر، درنا سما غلطات ديجا كانوا في بدايه الموسم ومازالوا كاينين لحد الان. جبنا جوزيريغا ما صلحتش، جبنا عمراني فرحنا شويه مع الاول ومن بعد تعاودت تقلبت ولات اسوء من اللي كانت، لم نفهم شيئا بتاتا. يعني احنا نطالب بتغيير الاداره، نطالب بتغيير اللاعبين هذو اللي قاعدين يلعبوا باردين القلب، ماشي حاسين بالقميص شبيبه القبائل اللي فيه النجوم الغاليه، ماشي عارفين قيمه زعيم الانديه الجزائريه شبيبه القبائل، الا وهو شبيبه القبائل زعيم الانديه. هذا العام ما يعولش على البطوله الجزائريه صراحه، يعني منذ بداية الموسم وإحنا في المرتبة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، 15-16 15-16، يعني ما طلعناش على المرتبة ما قبل الأخيرة صراحة. ماذا بينا إن شاء الله أي واحد عنده الحلول يخلينا الحلول في التعليقات، ماذا بينا حل لشبيبة القبائل. على بالنا بلي الحل الأول لازم ترحل الإدارة واللاعبين كذلك، تاني جميع واحد ما يشمخش تريكو ماذا بينا يرحل.